قبل أن أتكلم، ربما غالب الحاضرين لا يعرفون عني شيئا، فيقول الشيخ فلان الشيخ فلان، ما يعرفون ماذا الشيخ. الشيخ الأصل تطلق كلمة الشيخ على الشايب، ما كذا؟ فأنا شايب، ما أنا غلطانين، لكن شيخ علم. أخبركم عن الحقيقة، علم ماشي، وإنما نحن نزور بعضنا بعض، لأن غالب الناس هش يحبوا؟ يحبوا من برا يتكلم، ما صحيح؟ غالب الناس حتى يجي أحد معنا هناك في البلاد، يوم يجيب واحد مطوع من برا يحبون كلام أكثر عن أبو في البلاد، هذا عادة الناس كذا، ما صحيح؟ ولذلك أنا ما أخبركم عن الحقيقة، لا تغتروا بالإشاعات.